السلام عليكم، أهلا بكم في نشرة الأخبار من قناة طيبة، والبداية بالعناوين. محتجون يقلقون الطريق القومي بشرق السودان رفضا للعملية السياسية، والغرفة الغوبية للبساط تعلق الرحلات استجابة لطلب الناظر تيري. الإدارة الأهلية تهدد بإغلاق كامل للخرطوم رفضا للاتفاق السياسي، والجزولي يعلن عن تكوين الجبهة الوطنية لتحرير السودان. خالد عمر يؤكد تأجيل موعد التوقيع على الاتفاق النهائي، وجبريل إبراهيم يعتبر أن التأجيل يصب بالمصلحة الوطنية. أهلا بكم إلى التفاصيل. أقلق المئات من المحتجين من قبائل البجا اليوم الطريق القومي الرابط بين العاصمة الخرطوم ومدينة بورت السودان احتجاجا على العملية السياسية الجارية. وقام المحتجون بإغلاق الطريق بالحجارة والإطارات المشتعلة. كان المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستغلة قد أعلن في وقت سابق قرار إغلاق الطريق بين الخرطوم وبورت السودان ليوم واحد. أعلنت الغرفة القومية للباصات السفرية عن إيقاف جميع الرحلات السفرية إلى ولايات شرق السودان حتى إشعار آخر. وعزى عضو الغرفة أحمد علي أحمد بحسب صحيفة الحراك السياسي هذا القرار إلى وصول خطاب من قبل تنسيقية شرق السودان أكد فيه إغلاق كامل للطرق المؤدية لإقليم الشرق منذ فجر اليوم السبت ولمدة يوم كامل. أعلنت الإدارة الأهلية لولاية الخرطوم اليوم في مؤتمر صحفي أنها قررت إغلاق الولاية بشكل كامل الأربعاء المقبل رفضا للاتفاق السياسي الإطاري بالبلاد. وقال ممثلون للإدارة الأهلية أن الأحزاب ضعيفة ومتهالكة لا تستطيع أن تمضي بالبلاد إلى بر الأمان ولا يمكن أن نسلمها الأمر، مضيفين أن الاتفاق الإطاري يستهدف وحدة وتماسك البلاد والقوات المسلحة، وأن هذا الاتفاق تنفيذ لأجندة خارجية. من جانبه أعلن وكيل نظارة الكبابيش طه البلة أن النظارة جاهزة بولاية الخرطوم وشمال كردفان لإغلاق طريق الصادرات، وأشار بلة أنهم أجبروا على الإغلاق بعد أن تم استهدافهم في الدين والعقيدة والأرض والعرض، مضيفا أنه لا يمكن لوطني غيور أن يقبل بمثل هذه المهانة التي تتحدث عن إصلاح المؤسسة العسكرية ويشارك فيها العمليون وجهات خارجية. إلى ذلك قال القائد العام لقوات كيان الوطن العميد معاش الصواريخ خالد أن تصريح الأعلى في البلاد أنها أجبرت على توقيع الاتفاق الإطاري يعني أن الشعب السوداني مغلوب الإرادة. وناشد سعد الشعب السوداني للخروج والمطالبة بحريته من الاستعمار الأجنبي، مؤكدا أن كيان الوطن في كل أصقاع السودان يؤكد هذا الإغلاق والتصعيد ضد الاستعمار والقوى الأجنبية بالبلاد. أعلن القيادي في اللجنة العليا لمبادرة نداء أهل السودان محمد علي الجزولي عقب اجتماع طارئ للجنة عن تكوين الجبهة الوطنية لتحرير السودان. واعتبر الجزولي أن التطورات الكبيرة التي طرأت على العملية السياسية الجارية ألقت بظلالها على الحالة السودانية، الأمر الذي يتطلب مشروع وطني تجتمع عليه كل القوى السياسية. أهل السودان في اجتماعه الطارئ الآن بعد التطورات الكبيرة التي لحقت بالعملية السياسية يوصف الحالة السودانية بأنها حالة استعمار جديد. هذا يتطلب مشروع تحرير وطني، مشروع تحرير وطني تجتمع عليه كل القوى السياسية والمجتمعية. ولذلك ارتأى الاجتماع إطلاق تكوين الجبهة الوطنية لتحرير السودان، والسودانيون من قبل هزموا الاستعمار مرتين وسيهزموه كذلك في هذه المرة الثالثة. ولذلك ندعو جميع قواعدنا وندعو جميع الذين يتفقون معنا في أن الحالة السودانية الآن هي عبارة عن استعمار جديد أن نتناسى كل الخلافات التي بيننا ونجتمع لكي نحرر السودان من هذا الاستعمار. دعونا في داخل إرادة وطنية نختلف، داخل إرادة وطنية بعيدا عن أي وصايات خارجية أي وصايات دولية أو إقليمية، فلنختلف كسودانيين ونتشاور كسودانيين ونتبادل الحوار كسودانيين، لكن الحالة الآن الماثلة ليست حالة السودان فيه حر، ليست حالة القرار السياسي فيها مستقل. ولذلك إطلاق الجبهة الوطنية لتحرير السودان هذا كلام نحن نعني ما نقوله ونعني هذه العبارات التي ذكرناها، ولذلك على قواعدنا أن تكون على هبة الاستعداد للانخراط في عمل مشروع وطني تحريري يسقط الاستعمار الجديد وعملائه الجدد.
من جانبه أكد القيادي من مبادرة نداء أهل السودان دكتور بحر إدريس أبو قردة أن الاتفاق الإطاري تسبب بانقسامات وصفها بالخطيرة داخل المكون العسكري. وجدد أبو قردة موقفهم الرافض للاتفاق الإطاري كونه اتفاق إقصائي مفروض من قبل جهات خارجية تريد فرض أجندتها على البلاد بهدف السيطرة على ثروات البلاد، داعيا إلى إسقاط هذا الاتفاق. بسم الله الرحمن الرحيم. اللجنة العليا لنداء أهل السودان للوفاق الوطني عقدت اجتماعا طارئا اليوم، وذلك لتطورات الخطيرة المعقدة التي تجري الآن في البلاد. كما تعلمون أن نداء أهل السودان للوفاق الوطني لديه رؤية واضحة منذ البداية. هذا الاتفاق الإطاري اتفاق إقصائي، اتفاق مفروض بقوة أجنبية لسيطرة على البلاد، ويجب يعني إسقاط هذا الاتفاق. هذا موقف معلن. نحن عقدنا هذا الاجتماع ليس لإعلان هذا الموقف، لأنه هذا معلن مسبقا من نداء أهل السودان للوفاق الوطني. ولكن اليوم لأن الأمور تطورت تطورا خطيرا، كما تعلمون بأن هذا الاتفاق الآن وصل إلى مراحل متقدمة جدا لفرض، وهذا الاتفاق عمل الآن في الساحة السياسية على تقسيم انقسام خطير في البلاد، انقسام في المكون العسكري كما تعلمون، وكذلك أيضا انقسام في كافة القوى السياسية وقوى المدنية. وهذا الاتفاق الآن يعني بضغط قوي جدا من الأجانب لفرض هذا الاتفاق على السودان تمهيدا للتمزيق هذا البلد. لذلك نداء أهل السودان للوفاق الوطني يعني عقد هذا الاجتماع اليوم، كما ذكر من قبل بأن لدينا إجراءات وخطوات سوف نقوم بها في الأيام القادمة. أولا نحن كما سمعتم قبل قليل أعلننا أن نداء أهل السودان سيعمل على تكوين جبهة وطنية لتحرير البلاد. هذا البلاد الآن مستعمرة، وأنا أقول هذا الكلام بشكل واضح. كما تعلمون فولكر أعلن بأن يحتاج إلى 5 سنوات لدمج القوات. يا أخوانا هل سمعتم يعني أجنبي يأتي إلى أي بلد؟ أذكروا لنا إذا كنتم تعرفون إلا البلدان المستعمرة، أجنبي يقول بأنه يحتاج هو إلى 5 سنوات لدمج القوات. ما علاقة فولكر بدمج القوات؟ وفي ذات الوقت فولكر يتحدث بأنه يريد أن يكون حكومة مدنية وتحول مدني ديمقراطي. كيف يستقيم بأنك تريد أن تكون حكومة مدنية بعد تحول مدني ديمقراطي وفي ذات الوقت يعني محتاج إلى 5 سنوات، وتقول أن هذه الحكومة مدتها 2 سنوات؟ يعني هذا كلام واضح جدا، خداع، محاولة لتمرير أجندة معينة لتمزيق هذا البلد. لذلك نحن بصوت واضح وعالي جدا وواضح جدا بأننا في نداء أهل السودان لابد أن نلتف كل السودانيين، وهذا الخطاب وهذا الإعلان موجه لكل الشعب السوداني. أعلن المتحدث الرسمي باسم العملية السياسية خالد عمر يوسف عن تأجيل موعد التوقيع على الاتفاق النهائي المزمع تنفيذه اليوم. وكشف خالد في تصريح صحفي عن انعقاد اجتماع بالقصر الجمهوري بين الأطراف المدنية والعسكرية الموقعة على الاتفاق الإطاري والآلية الثلاثية لتحديد موعد جديد للتوقيع على الاتفاق السياسي النهائي، مبينا أن عدم التوصل إلى توافق حول بعض القضايا العالقة حال دون التوقيع في المواعيد المحددة. وفي سياق ذاته جدد خالد عمر إصرار الأطراف الموقعة على الاتفاق الإطاري بالعمل على مواصلة اللقاءات والمناقشات بهدف تجاوز المرحلة الحالية، مؤكدا أن جميع الأطراف منخرطة في الاتفاق الإطاري الذي يعمل على استرداد ما اسمه بالتحول الوطني الديمقراطي بهدف تشكيل سلطة مدنية تقود الانتقال وترفع المعاناة على الشعب على حد وصفه. اعتبر القيادي في تحالف الكتلة الديمقراطية دكتور جبريل إبراهيم أن تأجيل التوقيع على الاتفاق السياسي يصب بالمصلحة الوطنية، وأكد جبريل أن هذا التأجيل يعطي الفرصة لتقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف ويصيب القوى التي تريد الاستئثار بالسلطة بنوع من الإحباط، مؤكدا أن دمج الدعم السريع هي واحدة من أسباب عدم التوقيع على الاتفاق، ومجددا مساندتهم كافة الجهود الرامية لرأب الصدع بين أطراف المؤسسة العسكرية.
وفي السياق نفى جبريل إبراهيم أن تكون الكتلة الديمقراطية من دعاة استخدام العنف والقوى المناهضة للعملية السياسية الجارية. وأوضح جبريل أن حديث قادة الكتلة الديمقراطية عن الاحتجاجات والتعبئة وإغلاق الشوارع جاء من كونها وسائل سلمية لمواجهة سعي المجلس المركزي لقحط للاستئثار بالسلطة، مجددا رفضهم القاطع للتوقيع على الاتفاق الإطاري الحالي. اعتبر الأمين العام لحزب البعث السوداني يحيى الحسين أن الخلافات بين القوات المسلحة والدعم السريع تهدد أهداف الثورة. وكشف الحسين بحسب صحيفة الحراك السياسي أن الهدف من هذه الخلافات هو تخويف الشعب السوداني لكي يرضى بالعملية السياسية الجارية، معتبرا أن مهام الثورة الأساسية لن يتم إنجاز أي منها إلا عبر إعادة المؤسسات وليس إصلاحها وإعادة هيكلتها. نفى القيادي في المجلس المركزي لقحط عبد الحليم تيمان اتجاه المجلس لمناقشة مسألة اختيار رئيس الوزراء. وأكد تيمان أن تحديد آلية ترشيح رئيس الوزراء والوزراء تتم عبر تشكيل لجان متفق عليها، أن المرحلة الحالية هي مرحلة تفاوض سياسي والقوى الآن تسير باتجاه التوقيع على الاتفاق النهائي. عقدت الآلية الرباعية المكونة من السعودية والإمارات وبريطانيا وأمريكا اجتماعا في منزل السفير الإماراتي محمد الجنيبي على هامش الإفطار الذي أقامه مساء أمس. وبحسب الصحيفة السودانية فإن الآلية الرباعية تقود جهودا متسارعة بهدف تقريب وجهات النظر بين مختلف أطراف العملية السياسية بالبلاد بالاعتماد على الاتفاق الإطاري الذي تعتبره أساس التوصل لاتفاق سياسي نهائي وتشكيل حكومة مدنية جديدة. أكد جهاز المخابرات العامة التزامه بالعمل مع مؤسسات الدولة المختلفة لتجاوز الظرف الدقيق الذي تمر به البلاد في الوقت الراهن. وجدد الجهاز التزامه بالتصدي للمهددات والتحديات الحالية بطريقة مهنية واحترافية نابعة من المسؤولية الوطنية، داعيا إلى وضع مصلحة البلاد نصب أعين الجميع بعيدا عن المصالح والأهداف الشخصية والحزبية الضيقة. أبدت الخارجية الأثيوبية استعدادها لاستئناف المفاوضات بخصوص سد النهضة ضمن الإطار الإفريقي، مبينة أن هذا السد سيعود بالفائدة على دول المصب. وأشار وزير الخارجية الأثيوبي ديميكي مكونينين إلى أن اقتراب المشروع من مرحلة الاكتمال جاء بفضل ما وصفه بتوحد الأثيوبيين خلف السد ودعمه له ماديا ومعنويا، مشيرا إلى إحباط أديس أبابا مما سماه بأجندة الشك التي أثارتها مختلف الأطراف بخصوص مشروع السد. أعلنت الشركة السودانية للموارد المعدنية عن ارتفاع عدد ضحايا انهيار منجم تركمان بالولاية الشمالية إلى 14 شخص وإصابة 6 آخرين. وأكد مدير الشركة في الولاية الشمالية معتز حاج نور تسخير كافة إمكانيات الشركة من أجل إخراج العالقين ونقل المصابين إلى المشافي، متهماً بعض المعدنين بالتسلل إلى الموقع واستخدام آليات ثقيلة في عمليات الحفر مما تسبب بالانهيار. نهاية النشر، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين: محتجون يقلقون الطريق القومي بشرق السودان رفضا للعملية السياسية، والغرفة الغوبية للبساط تعلق الرحلات استجابة لطلب الناظر تريك، الإدارة الأهلية تهدد بإغلاق كامل للخرطوم رفضا للاتفاق السياسي، والجزولي يعلن عن تكوين الجبهة الوطنية لتحرير السودان. خالد عمر يؤكد تأجيل موعد التوقيع على الاتفاق النهائي، وجبريل إبراهيم يعتبر أن التأجيل يصب بالمصلحة الوطنية. شكرا لطيب المتابعة، أترككم الآن مع جولة الصحافة وأسعار العملات. إلى اللقاء.